ينضم معنا مشاهدينا من فيينا الأستاذ ضياء الشمري، أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا. أهلا بكم أستاذ ضياء إلى هذه الجولة الإخبارية. بداية، ماذا تعني إشارة الخارجية البريطانية إلى استمرار حالات الإخفاء القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي ومراكز احتجاز التي تهدد حياة معتقلين في العراق؟ بداية تحياتي للجميع. حقيقة هذه الحالات التي تحدث في العراق هي بدأت منذ الاحتلال ولحد هذه اللحظة، ولم تحرك هذه الأجهزة الدولية إن كانت وزارة الخارجية الأمريكية أو أي جهة أخرى، لأنه هذه الاعتقالات العشوائية التي تحدث والأحكام الغير شرعية الذي يتلقاها العراقيين في الوقت الحاضر وسابقا، لا تبدي الولايات المتحدة الأمريكية لحد هذه اللحظة لم تكن لها جدية بإنهاء العملية السياسية في العراق. نعم، هنالك محاولات وهناك يتكلم وزير الخارجية عن هذه النقطة وتلك النقطة، ولكن ما نراه أنه على الساحة العراقية الانتهاكات بحقوق الإنسان في العراق يعني مستمرة على قدم وساق. إذا كانت الانتهاكات في السجون أو الانتهاكات للاعتقالات العشوائية التي تحدث للعراقيين أو سرقة أموال الدولة أو خطف الأطفال أو خطف النساء، كل هذه تعلم بها الحكومة الأمريكية. كل الدوائر والمؤسسات الدولية الحقوقية تشير إلى هذا، ولحد هذه اللحظة نحن لم نجد شيء يتحرك به الولايات المتحدة الأمريكية بكف الانتهاكات لحقوق الإنسان في العراق. لماذا هذه التغطية؟ لماذا هذه التغطية من قبل الحكومة والخارجية الأمريكية على الانتهاكات التي تقوم بها الميليشيات في العراق؟ الميليشيات التي تقوم بها هي تعلم بها، وهي أسست هذه الميليشيات بأمر من المرجعية الإيرانية، ونحن نعلم أن المرجعية الإيرانية، المرجعية العراقية الشيعية، هي مرجعية إيرانية. حقيقة زيارة الروحاني تثبت أنه العراق محتل 100% من إيران، وما تعامل به رئيس الدولة إيران في العراق أنه اعتبر العراق هو جزء من إيران، وليست إلا ما حصل عليه من المحادثات مع المسؤولين، ما يسمى المسؤولين العراقيين، هو حصل على مكاسب كثيرة، وهذه المكاسب كلها تضر بالشعب العراقي. نعم، والحكومة الأمريكية تعلم بهذا وتعلم بالزيارة وتعلم أنه هذه الدولة مقاطعة وهذه الدولة محاصرة، ويسمحون إلى رئيس دولة محاصر يأتي إلى العراق ويتصرف وكأنه هو رئيس الحكومة العراقية الحالي، والفعلي هو بالفعل هو وقاسم سليماني هم الرؤساء المخولين بإدارة أين سيادة الحكومة العراقية إذن؟ الحكومة العراقية لا تملك سيادة من رئيس جمهوريتها وحتى أصغر موظف في الدولة. الرئيس الجمهورية حقيقة إحنا سمعنا ماذا يتحدث مع الروحاني وكيف يتحدث مع الروحاني وعبد الهادي العامري وعادل عبد الهادي يتكلم بموضوع حتى كذب على الناس، يكذب على الناس. أخي هذا يقول تأتينا المخدرات من الأرجنتين عن طريق سوريا، والأجهزة الأمنية والمراقبين الموجودين في العراق يقولون 80% من المخدرات تجي من إيران. حتى نطق لا يمكن أن ينطق أنه هذه المخدرات تأتي من إيران. هذه المخدرات لتخدير الشعب العراقي، لتدمير البنية التحتية للشعب العراقي، لتدمير المجتمع العراقي، والولايات المتحدة تعلم بهذا جيدا، والأجهزة الأمنية تعلم بهذا، والمنظمات الدولية تبعث كل التقارير إلى العالم وتقرأ هذه التقارير، ولكن لا يوجد ساكن ولا تحرك هذه الحكومة أي ساكن لحد هذه اللحظة. الحكومة العراقية ليست مجموعة سراق حرامية أصحابين عصابات، كل واحد يملك عصابة وعنده جيش وعنده سجن وعنده معتقل. هذه العصابات كانت في الولايات المتحدة بالقرن 18، هذه موجودة احنا نعرف فيها، وبالقرن 19 هذه موجودة بالولايات المتحدة الأمريكية، ولحد هذه اللحظة احنا نفس الحالة نعيش فيها. نعم، نعيش بالقرن 19 التي كانت تعيش فيها الولايات المتحدة الأمريكية.
حول الإخفاء القسري والتعذيب والانتهاكات التي تقوم بها الميليشيات والأجهزة الأمنية، يعني قانون الإرهاب هذا القانون الذي فصل يعني بشكل كبير، من الممكن أن يقال بأن هذا القانون ربما وضعت تحته جميع الأهداف التي من الممكن أن تستهدف الشريحة الغير المعلنة والمعينة من المجتمع بشكل مخفي. يعني منظمة هيومن رايتس واتش قالت بأنه هذا القانون هو غامض ومليء بالعيوب، وربما يستخدم لوضع ذرائع للزج بالسجن للعديد من الكثير من الشعب العراقي بتهمة الإرهاب. ماذا تعلق عليه؟ نعم، هذه الحالة موجودة، واحنا رفعنا، المنظمة رفعت مذكرة إلى الأمم المتحدة وتعطى 17,000 معتقل متهم بتعاونه مع دولة داعش. هذول المتهمين هم كلهم من المناطق الشمالية، من المنطقة الغربية بالعراق وما يسمى بالمنطقة الغربية والمثلث السني، خلينا نحكم الحرف الواحد. هذه المناطق هي المناطق المنكوبة بالعراق، وهذه المناطق هي التي تدمر من قبل إيران ومن قبل هذه الميليشيات. الحشد الشعبي هو أدرع من أدرع الإيران موجودة بالوقت الحاضر. هذه الذراع هو تأسس باسم المرجعية، وهذه المرجعية نحن نعلم الروحاني حينما زار السيستاني تكلم به بدون لأنه هو نفس اللغة يتكلمون، ما يحتاجون حتى المترجم، وهم متفقين على كل شيء ما عدا بعض العناصر الموجودة المرجعية الشيعية الشريفة الموجودة بالعراق اللي رفضت أنه تقابل الروحاني، وإحنا نفتخر بهذه الأشخاص. ولكن يعني بشكل عام أستاذ، الناس الشرفاء الموجودين في العراق ليس لهم لا حول ولا قوة إلا بالله، إلا الشعب العراقي ممكن أن ينقذهم من هذه الحالة. لا توجد الولايات المتحدة الأمريكية ولا مجلس أمن ولا أي دولة ممكن تنقذ الشعب العراقي. الشعب العراقي لا يمكن لا يعتمد على أي جهة معينة، فقط الاعتماد على نفسه وعلى ذاته. نعم، في نقطة حديث تقرير منظمة هيومن رايتس واتش عن الاستمرار بالعمل بقانون الإرهاب وإصرار ميليشيا الحشد على والقوات الحكومية على اعتقال الكثير من الشعب العراقي ونقلهم إلى مراكز غير قانونية وعمليات التعذيب وانتزاع الاعترافات بشكل وحشي، إلى أي مدى يرسخ هذا الأمر قناعة بأن القضاء في العراق غير قادر أو عاجز فعليا ومتواطئ ربما في هذه القوانين وما تريدها الميليشيات والقوات الحكومية في العراق؟ الانتزاع الاعترافات تحت التعذيب هي هذه صيغ من صيغ الميليشيات اللي موجودة في العراق، وحتى الأجهزة الأمن أخي، حتى الشرطة والأمن يستعملوها، حتى الدولة العراقية تستعملها، ليست فقط الميليشيات. هذول مؤمرين أنه يقومون بانتزاع المعلومة حتى لو كان 100% يعلمون أنه هذا لا يرتكب هذه الجريمة، يخلوه يعترف بهذه ارتكاب هذه بهذا الجرم ويعدم على هذا الأساس. وكثير من الناس عدموا وهم أبرياء، لا لهم أي صلة بالتنظيم داعش ولا لهم أي صلة بالعمليات الإرهابية. إجبار، لأنه الصيغ المتعامل عليها، الصيغ المتعامل عليها هذه كلها صيغ التعذيب من بدأ بها في العراق في بداية الاحتلال 2003، الولايات المتحدة اللي بدأت في أبو غريب، وهم جنودهم جنود الولايات المتحدة الأمريكية كانوا يعذبون العراقيين ويأخذون الاعترافات بالكرة من عندهم، وهذه الاعترافات وأثبتت الاعترافات أنه اعترافات باطلة وليس لها صحة بالأمر الحقيقي والواقع ما حدث. أنه هذه الاعتراف، الولايات المتحدة لا تبرئ نفسها من هذا الموضوع. ما عملت الولايات المتحدة من انتهاكات لحقوق الإنسان في العراق ولحد هذه اللحظة هي مستمرة، والحالة الموجودة بالعراق في الوقت الحاضر، الميليشيات والحشد الشعبي اللي تابعين إلى إيران هي الولايات المتحدة الأمريكية التي خولت هذه المجاميع بقيام بهذه الأعمال القذرة عوضا عن الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، الأستاذ ضياء الشمري أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.